بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرنا أن نجدد بكم اللقاء في برنامجكم في مكتبة عالم. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نطرق باب مكتبة عالم. قال عنه العلماء: من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه، كان مدققا وفقيها وعلامة في مجال فقه النوازل. إننا مع فضيلة الشيخ الحسن العبادي العلامة الدكتور، نطرق باب مكتبته، فابقوا معنا. مدينة أكادير من أهم حواضر سوس المعروفة بإشعاعها العلمي الكبير منذ القديم. العلامة الحسن العبادي من أبرز الشخصيات العلمية التي أنجبتها المنطقة. منطقة سوس ضاربة في أعماق التاريخ من حيث الاشتغال بالثوابت التي ما زال المغرب مبنيا عليها ومتشبثا بها إلى اليوم. فهناك ثراء في الجانب الروحي، وثراء في الجانب العلمي، وثراء في الجانب الدعوي. ولا شك أن هذا الثراء في هذه الأمور الثلاثة مما يحافظ على استقرار البلاد في مشرقها وفي مغربها. وهناك علماء أعلام مروا بهذه المنطقة وتركوا بصماتهم وتركوا آثارهم المحمودة في نفوس الناس، آثارا بعضها مكتوب وبعضها يسري في أوصال الأجيال على تعاقبها. ونحن نستمع إلى حد قريب، إلى وقت قريب، العلامة محمد المختار السوسي، وقبله أعلام كثيرون وبعده أعلام كثيرون. فإذا انطلقنا من سيرة فضيلة الأستاذ الدكتور الحسن العبادي، سنجد أنه عبارة عن امتداد لهذه البصمات والآثار التي تركها أسلافنا رحمهم الله. ولذلك هذا الجانب نلحظه بيسر في سيرة أستاذنا الدكتور الحسن العبادي، فهو خبير في مجال التراث بمختلف مجالاته. وهذه الخبرة تتمثل باختصار في كونه ذاكرة متنقلة وخزانة متنقلة، فلا تسأله عن كتاب تراثي إلا استحضره واستحضر تفاصيله. وساعده على ذلك احتكاكه الطويل منذ شبابه بالتراث بمختلف فنونه. كان قيما على خزانة الوثائق هنا بأكادير، واشتغل أيضا في الرباط، واشتغل في فاس. ولذلك عندما كنا نسافر معه نسأله عن أي كتاب في هذا التراث، في تراث المنطقة بل في تراث المغرب كله، نجد لديه معلومات طيبة. وطلبة العلم الجامعيون يفدون إليه ليسألوه عن أحوال كتب خلفها لنا آباؤنا وأسلافنا، فكان يعطيهم قبسات من نضجه التراثي الفكري، وكانوا يعتمدون كثيرا على إرشاداته، ويتجلى ذلك في كثير من الطلبة الباحثين الذين تخرجوا على يديه. هذا جانب مهم في شخصية الأستاذ الدكتور الحسن العبادي. اكتسب العلامة الحسن العبادي مكانته العلمية المرموقة نتيجة جهود مضنية متوالية في مجال البحث والدراسة، أهلته للعمل أستاذا في المعهد الإسلامي بمدينة تارودانت الذي أصبح يعرف بثانوية محمد الخامس. التحق بهذا المعهد عند افتتاحه عام 1960 بعد تخرجه من المركز التربوي بالرباط. كان له دور فعال في تأسيس كلية الشريعة بأيت ملول أكادير. بعد عمله في كلية اللغة بمراكش درس بهذه الكلية الجديدة منذ افتتاحها في السنة الدراسية 1978-1979 إلى أن تقاعد عام 2003.
أغنى الأستاذ العبادي أيضاً الساحة الثقافية والعلمية من خلال نشاطه المتواصل كرئيس للمجلس العلمي الإقليمي لتارودانت الذي كان يضم مناطق شاسعة من سوس. بالموازاة مع هذا المسار المتميز تكونت لديه مكتبة متنوعة هامة. هذه المكتبة التي نحن فيها الآن تتكون من مصادر ثلاث. المصدر الأول وأعتز به هي مؤلفات ورثتها عن عمي، كان عمي الحاج الحسن لم يعطي الله تعالى الأولاد، كان لا يلد وتبناني جعلني ابنا له، وأول شيء وهبه لي مكتبته، ومكتبته يعني قديمة وتتكون من كتب حازها خلال رحلاته المتعددة، لأنه حج على قدميه وجال في العالم الإسلامي في تلك الفترة وجمع فيها عدة كتب ووهبها لي رحمه الله، وهذا هو القسم الأول الذي أعتز به. القسم الثاني لما كنا في المدارس العتيقة، كانت المنهجية المدارس العتيقة تدور حول النحو والفقه والأصول والبلاغة والبيان و العربية بصفة عامة، فكنت أقتني الكتب التي تناسب تلك الفترة وتناسب المدارس العتيقة والفنون التي تدرس فيها في الخمسينات. ثم يغلب على مكتبة في الحقيقة المواد التي ندرسها في الجامعة، مثلا لما كنت أدرس التفسير كنت أقتني التفاسير، التفاسير المستجدة والتفاسير القديمة اللي هي أصول مثل ابن جرير الطبري والرازي والزمخشري، وأقتني كذلك التفاسير الحديثة مثل تنوير لابن عاشور و في دلال القرآن لسيد قطب وما استجد، لأربط دائما الحاضر بالماضي. ولذلك هذه المكتبة تحتوي على عدة تفاسير، منها القديم ومنها الحديث، منها ما يتعلق بمدرسة الرأي كما يقولوا لها، يعني تفسير بالرأي مثل الزمخشري ومثل ابن العطية ديالنا المغربي الذي تبعته وزارة الأوقاف، وابن كثير والطبري وكتب الحديثية التي تفسر بالحديث. ثم الجانب كذلك القوي هو الفقه، لأن دائما ندرس مادة الفقه المذهب المالكي، ولذلك تحتوي المكتبة على المدونة وعلى بعض شروح مختصر الخليل وعلى شروح الرسالة وعلى شروح العاصمية وعلى كتب يعني فقه المذهب بصفة عامة، هو الذي يغلب على هذه المكتبة. مكتبة غنية بأمهات الكتب متنوعة المصادر تدل على سعة الاطلاع والشغف بالبحث الذي يلازم الأستاذ لحسن العبادي. واكبت مراحل مساره العلمي المتميز وتشكل منبعاً يستفيد منه الباحثون وطلبة العلامة العبادي الذين يشهدون بجهوده من أجل تطوير التعليم الجامعي. فالشاهد أنني تشرفت على الأخذ على يد أستاذنا وشيخنا، ففي الحقيقة كانت تدريسه له خصوصية ونحن نقولها بصدق، كانت لي من شهادة على تدريس الأستاذ، فإن الدكتور الحسن العبادي كان أستاذا متميزا له يعني آثار بارزة على طلبته، وهم الآن أساتذة
يعطونا في سواء بالكلية التي درس بها الأستاذ أو في غيرها من الجامعات المغربية في الرباط وفي الدار البيضاء وفي فاس، فلذلك لا بد أن نقف على منهجية الأستاذ في التدريس. كان أستاذنا إن كانت لي من شهادة في حق هذا الشيخ حفظه الله شيخنا الدكتور السيد حسن العبادي، يعني ما يميز جانب التدريس عنده هو وحدة الموضوع. صحيح أن هناك استطرادات يعني تنم عن تجربة الأستاذ في فوائد تاريخية وعلمية وما إلى ذلك. الأستاذ كان أيضا يعد محاضراته، محاضرته الآن موجودة، هي من آثار المهمة التي ينبغي العناية بها. محاضرته في التفسير درسنا على يديه في كلية الشريعة، في محاضرته في الفقه، محاضرته في الحديث، يعني هذه المحاضرات تنم على أن الإنسان أن أستاذنا الدكتور سيد حسن عبادي كان متفانيا في التدريس، يعد محاضراته، كان يعني لا يعني في مجال التدريس كذلك. الأستاذ لا ننسى أنه كان من مؤسسي البرامج الدراسية بهذه الكلية التي ختم بها مشواره الدراسي، وكانت له برامج ومناهج وكانت له آراء. يعني كنت ناقشت مع أستاذنا بخصوص المقارنة بين النظام القديم والنظام الجديد، فلاحظ أن نظام الوحدات والمجزوءات الآن لا يمكن أن يعطي نتيجته أو أن يأتي له، فهو أستاذنا يعني ينتقد المنهج الانتقائي، فيرى أن كل طالب ينبغي أن يدرس فنا علميا معينا، لا ينبغي أن يفارق هذا الفن حتى يدرسه وأن يحصله وأن يحيط به وما إلى ذلك. إذن هذا على مستوى التدريس. في الشق الثاني يعني حتى في هذه المرحلة في كلية الشريعة بأكادير، لا ننسى أن الأستاذ يعني له عطاءات متميزة، قدم خدمات جليلة في جميع الأطوار الكلية في سنوات الإجازة، حتى في السك الثالث في أول وحدة فقه المعاملات كان الأستاذ هو من مؤسسيها، وتشرفت أن أخذت على يده يعني المحاضرات في مادة التفسير والحديث. وكان هذه ميزة خاصة في مجال التدريس أنه يحيل طلبته على الكتب، على مصادر المتقدمين في فتح الباري، عمدة القارئ، آيات الأحكام لابن عربي، آيات جميع الأحكام القرآن القرطبي وغير ذلك من مصادر المتقدمين، كان يهيئ محاضراته ويوجه طلبته. هذه ميزة الأستاذ أنه بقدر ما يدرس ويلقن فإنه أيضا يوجه. جل مخطوطات مكتبة الأستاذ لحسن العبادي تهم فقه النوازل، يتعلق الأمر بالوقائع التي كان علماء وقضاة سوس يسجلونها في شكل فتاوى رداً على أسئلة الناس، من ذلك أجوبة العلامة عيسى السكتاني الذي كان قاضياً بتارودانت ورئيساً لقضاة مراكش، منها أيضاً أجوبة العباسي الذي كان قاضياً في تارودانت يضرب به المثل في الإحاطة بجميع الجزئيات الفقهية في المذهب المالكي. معظم النوازل صادرة عن قضاة ومنارات علم خلال فترة الازدهار الفقهي، لا سيما في عهد السعديين والعلويين، تشكل ثروة ضخمة للباحثين في مختلف مجالات العلوم، إذ كانت تلك الفتاوى تهم العديد من المعاملات كالرهون والبيوع والنكاح، إضافة إلى التقاليد والعادات. نعم، أعجبت بقضاة سوس، قضاة سوس لأنهم سبقوا قضاة المغرب وقضاة العالم الإسلامي تقريبا بتفعيل هاد حقوق المرأة، تفعيلها، لأن المبادئ كاينة في الشريعة الإسلامية، كاينة في القرآن وكاينة في الحديث، ولكن هما وصلوها إلى 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 ميدان القضاء وميدان العمل بأن تتوصل بهذه الحقوق. أشنو أساس هذا الحق؟ أن الإسلام كان يعتبر المرأة مستقلة الذمة عن ذمة الرجل، فيمكن لها استقلالا أن تؤسس شركة وأن يكون لها حساب بنكي وأن تتجر وأن تعمل طبعا بموافقة زوجها، وماليتها مستقلة عن مالية زوجها، وهذا معروف ولكن لم يفعل، ففعله قضاة سوس. أما النقطة التي لفتت نظري حيث قلت يعني كنت أبحث دائما مدى يعني اهتمام
الفقهاء سمس بتطور النوازل والمستجدات، فوجدت بعض الأشياء، منها مثلا فتاوى حول التلوث، تلوث حرام وكان الناس لا يفتون به، فأفتوا بحرام التلوث، أن يعمد الإنسان إلى مكان نظيف أو عين نظيفة أو نطفية يسقي، أو بئر في الخلاء يسقي فيه الناس فيعمد إلى وضع النجاسة فيها وتوسيخه أو كذا، هذا حرام، هذا يعني التلوث اللي توصل إليه الناس الآن. ولفت نظري كذلك أن واحد الفقيه نوازله تسمى أجوبة الفقيه بويسفن الودياني من سفن هارون، وهو أنه أراد أن ينظم النسل في تلك الفترة قبل اليوم ب 300 عام تقريبا، استفتته امرأة ورجل على أن ينظموا النسل، فأفتاهم يعني كما يفتي الناس الآن، بأنه سيكونوا متفقين وحتى تعطيه الموافقة ويكون حتى هو موافق، ثم بعد ذلك لا يستعملون المواد التي تهلك الصحة، إنما تقضي على هذاك الهرمونات قبل تكوينها. هذه استلفتت نظري عند الفقيه الويدياني لأنه يعني سبق زمانه. فيما يتعلق بالجانب المتعلق بالخطابة، فالمعروف عن الأستاذ أنه مارس الخطابة في مساجد كثيرة بمدينة أكادير، ولعل أهم هذه المساجد هو مسجد الحشاش قديما، أو ما يعرف بمسجد السنغال، والذي كان يلقي فيه خطبه يوم الجمعة، حيث اعتاد الناس أن ينتظروا كل جمعة ليتحفهم بموضوع جديد، وكانت طريقة في التناول طريقة حية وليست طريقة تقليدية كما اعتاد الناس عند خطباء آخرون، حيث أنه كان يختار مواضعه بعناية، وكان يختار من المواضع ما يلامس قضايا الناس، سواء منها ما تعلق بما يعانونه في حياتهم اليومية، أو ما يتعلق بالمشاكل التي تعترض حياتهم. فكان الحاضر لخطبه أو القاصد للصلاة الجمعة وراءه يتشوق لما سيقوله أستاذنا الفاضل سيدي حسن العبادي، والمواضيع والموضوع الجديد الذي سيتطرق إليه، حيث أنه كان غالبا ما كان يبدأ موضوعه بمقدمة يتحدث فيها عن الموضوع الذي سيتناوله، ثم يأتي بأدلة من القرآن والسنة تكون هي محور موضوعه، ثم يتناول الموضوع بشكل تفصيلي وشكل محبب دون أن يكون مطوالا في موضوعه. وثم أيضا أنه غالبا ما يحترم في مواضعه الشروط التي كانت محترمة في خطب الجمعة، خاصة خطب الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت خطبه بهذا تجذب إليها الناس، سواء تعلق الأمر بنوعية المواضيع التي يتناولها خطيبنا، أو بطريقة تناوله لهذه المواضيع. فتناول كثير من المواضيع، منها ما يتعلق بالقضايا الأسرة والقضايا الاجتماعية وقضايا الساعة، وكان غالبا ما يكون في خطب هذا ملامسا لما الناس في حاجة إليه. من المواضيع التي استأثرت باهتمام العلامة الحسن العبادي موضوع تاريخي على جانب كبير من الأهمية، يتعلق بالسلطان المصلح سيدي محمد بن عبد الله، وقد أعد بشأنه رسالة جامعية لنيل دبلوم الدراسات العليا بدار الحديث الحسنية. اعتبر أيضاً مجال عمل المرأة في سوس مجالاً خصباً للبحث، وأصدر كتاباً بهذا الخصوص. انكب الأستاذ العبادي على دراسة التراث الفقهي وشجع على البحث فيه، وبالأخص النوازل التي تحفل بها مخطوطات جهة سوس وتهم جوانب من الحياة الاجتماعية والتقاليد والأعراف
فيما يتعلق ببعض القضايا التي أجاب عنها فقهاء المنطقة طبقا للعادات السائدة. عندما كنا في دار الحديد في الرباط اتجه نظري إلى الكتاب عن السلطان سيدي محمد بن عبد الله وحركته الإصلاحية، والسبب في ذلك أن كتابا ظهر في أسبانيا في تلك الفترة التي كنا فيها في الرباط قدم في جامعة غرناطة عن أعمال سيدي محمد بن عبد الله، فكتبت عليه الجرائد فتوصلت بالمعلومات وكتبت إلى الأستاذ في جامعة الذي هيأ ذلك البحث، فبعث إلي بمؤلفه عن سيدي محمد بن عبد الله وأعطيته لسيدي محمد بن عبد الله الروداني، وكان يشرف على مجلة الوحدة، الوحدة المغربية لما أحدث السلطان الحسن الثاني وزارة الصحراء قبل المسيرة، وفيه شبان يتقنون اللغة الإسبانية، فترجموا لي ذلك المؤلف عن سيدي محمد بن عبد الله، فوجدته غنيا بغني الترجمة وغنيا جدا بإنجازاته وإصلاحاته، وأن الغرب بصفة عامة سواء في المكتبات الفرنسية والإنجليزية والهولندية والألمانية يهتمون به ويكتبون عنه، فدفعني هذا الهاجس إلى أن أقول لماذا لا يكتب مغربي عن هذا الرجل الذي وصل هذا المرحلة حيث أزعج أوروبا في زمنه وجعل حوض البحر الأبيض المتوسط من جديد بحيرة إسلامية يشرف عليها بأساطيله. فكتبت عنه هذا المؤلف سلطان سيدي محمد بن عبد الله وحركته الإصلاحية، وقدمته تحت إشراف المرحوم الشيخ المكي الناصري لدار الحديث الحسنية عام 1971. تضم خزانة العلامة الأستاذ لحسن العبادي العديد من كتب التراث والنوازل الفقهية، وقد ساهم في الكشف عن عدد منها باعتبارها مصادر تاريخية لا تهم القضايا الدينية والفقهية الصرفة فقط. الباحث يجد نفسه أمام ثروة هائلة تتناول جوانب مختلفة من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية وحتى السياسية. وقد عمل العلامة العبادي أيضاً بواسطة طلبته على إخراج النوازل والفتاوى من رفوف الخزانات الخاصة واستثمار ما في وثائقها من معلومات وأخبار. قضى حياته كلها للعلم، لإعطاء العلم ولتعليمه ولتحقيقه ولتكوين الأجيال. اتبع خطة المختار السوسي فيما يتعلق بالعناية بالمجال السوسي، بحيث إن مجال النوازل شار إليه المختار السوسي في كتبه كمحور من المحاور التي تستحق الاهتمام، وتبناه شيخنا سيدي الحسن العبادي أحسن ما يتبنى إنسان مجالا علميا، بحيث إن هذا المجال النوازلي كشف عن غوامضه وأحصى ما فيه من تراث جيد، وهيأه مع طلبته لأن يستفيد منه المؤرخون وعلماء الاجتماع والفقهاء ورجال القضاء وما إلى ذلك، وما زال الأستاذ في هذا الباب يعطي ويوجه إلى اليوم. إذن حينما نتحدث عن سيدي حسن العبادي نتحدث عن ذاكرة مغربية في العلم وفي التكوين، نهال من سوس على يد علماء كبار مثل الحاج حبيب تنالتي ومثل سيدي محمد الإلغي في سيدي محمد شوشاوي، وكذلك عن سيدي محمد الصغير في تنال في ألما هنا بيدو تنال، ثم انتقل إلى فاس وأخذ عن سيدي إدريس العراقي وسيدي جواد السقلي وسيدي عبد العزيز بالخياط وعن سيدي علا الفاسي بالرباط وبفاس أيضا،
وأخذ عن سي الشيخ مكي الناصري وهو شيخه في إشراف على بحثه في الملك المصلح سيد محمد بن عبد الله الذي أنجز دراسة عليه قيمة معتمدة الآن عند الباحثين والمؤرخين مغاربة وغربيين. فكتاب سيدي الحسن العبادي الملك المصلح يعني كتاب نفيس أبدع فيه وأتى فيه بالعجب العجاب من حيث إبراز العالم سيد محمد بن عبد الله المفكر السياسي المبدع المؤلف. فسيد الحسن العبادي تأثر بهؤلاء الأعلام جميعا، تأثر بهم في حياته ويعكس تجربتهم، وهو رجل وديع حي كريم سخي اليد، يعطف على المساكين، يواسي طلبة العلم في كل مكان، يصلح بين الناس، يتعهد جميع أعيان البلد بالتوجيه وبالزيارة وبالمؤاساة، ويعرفهم ويحبهم ويحبونه. فسيدي حسن العبادي مثال للعالم الذي يجمع بين علم الشريعة وكذلك علم التربية وعلم الأخلاق والسلوك، فنحن نحبه ويحبنا. نسأل الله تعالى أن يبارك في عمره. من محتويات مكتبة العلامة الحسن العبادي مخطوطات أمازيغية. لم يكن حرف تفناغ معروفا في الماضي، وكان علماء سوس يترجمون عددا من المراجع الهامة إلى الأمازيغية مكتوبة بالحرف العربي، منها مختصر خليل والمرشد المعين لابن عاشر وحكم بن عطاء الله. ومن المؤلفات باللغة الأمازيغية الحوض في الفقه المالكي، وبحر الدموع في المواعظ والرقائق، والنصيحة في مدح الشيخ أحمد بن ناصر الدرعي، وكلها للعلامة محمد بن علي أكبيل، إضافة إلى كتب ألفها العلامة الباقلي في الطب تتناول بعض الأمراض وفوائد الأعشاب وأسماءها بالأمازيغية. العلامة الحسن العبادي متخصص في العلوم الشرعية، تجاوز إشعاعه حدود المغرب. كانت له مشاركة قيمة في الدروس الحسنية، ويواصل عطاءه في إطار المجلس العلمي الأعلى وإغناء الحركة الفكرية والثقافية بالمغرب، بعد أن كان من السباقين إلى التنقيب والبحث في مجالات التراث الفقهي وإلقاء الأضواء عليه والتأليف فيه.